في زهرة الخليج هذا الأسبوع في عيد الاتحاد 41، الإماراتيون على عهد الوفاء والولاء وزايد في القلب والعقل، انطباعات سلبية حول أداء المرأة القيادية. لماذا؟ مال الزوجة بين الحق الشرعي ووصاية الزوج. هل أنت مستعدة لبدء حياة جديدة بعد الطلاق؟ نمط حياتك هل يسهم في زيادة وزنك؟ نيلي كريم تكشف هذه حقيقة خلاف مع أنغام. مصير تحالف جوانا كريم والشمس في مواجهة أحلام وشذا حسون. هل يكون جو رعد اختراع ماجد المهندس؟ دليل حفلات رأس السنة 2013. زهرة الخليج، لأنك زهرة.